لا حد يتحرك، يمكن ما تلاحظ اننا موجودين. اهلا يا بنات، يوم جميل، اليس كذلك؟ اهربوا اهربوا خشومكم، هذا خيالي فرحي. الوداع يا خشمي. يدي. الوضع خرج عن السيطرة، شوفوا رهف صارت زي الدودة تتلوى، حتى نورة غايبة عشان شهان احضنتها امس. انا متأكدة انها ماكلة فاكهة. عفنوا، حتى مقياس الحرارة بينفقع من قوة الريحة. بس هذا مقياس حرارة. ايه، من قوة الخياس نقدر نقيس بمقياس الحرارة. لازم نحط حد لهذه المصيبة اليوم. طيب خلني نقول لها تتروش ولا تنقلع من المدرسة. لا حرام، ما بنجرح مشاعرها، خلنا نلمح لها بس. يا شيخة دي ما تفهم، مرة لمحت لها على خفيف وقلت شهانة الدكتور قال لي لازم أوقف أمشي معك عشان ريحتك المعكنة أطلبت خلايا الرئة اليمين باقي للرئة اليسار بس. أمه توي أدري إن عندنا رئتين. أجل ما تركت لنا خيال ثاني. غريبة، وين زميلاتي العزيزات؟ شكلي أول واحدة أوصل الحين. يلا ميتول للقضاء على الجراثيم. غسول الجسم في علبة قابلة لإعادة التدوير. مين رام الشراب المتسخ بالأرض؟ بعدين رائحة المكان تصير سيئة. ضعفاء، مزيل العرق العضوي الخالي من الألمنيوم. استهدت من خصم. أوف يا رب ما حد سمع. شيء متوقع من شهانة هوكاغي قرية الخياس. اسمحي لنا نوريك قوتنا الحقيقية. بياكيغان الكيو بي ابو 9 باطات موجود باباطها، الرغوه المكثفه المعقمه المحطمه. كل الشهر اللي فات كنت اتدرب على اتقان الميك اب. قصدك التصويب؟ لا اقصد الميك اب. وش دخل المكياج بالموضوع؟ ما له دخل، حرام الواحد يسولف بموضوع ثاني. هديل نزلي راسك. لذيذ، يفصه القليل من السكر. المسحات الطبية تحقيم مضمون 100%. ايش في؟ ليش حبيبي ما بيعور؟ هديل هذه فرصتك انطلقي. ركلة بالتسعين. بنات هل انتم بخير؟ يدها المسطة باط شهانة، لازم نغسلها 7 مرات. أسيل تسمعيني؟ خلاص راح ننفذ الخطة المحذورة. ترى أنت راح تتحملين المسؤولية عند الإدارة. إيه اخلصي بس. نداء لكل الآباء، سيتم تنفيذ الخطة المحظورة 87C، الرجاء التوجه لمواقعكم. بس أخاف المديرة تزعل، ما الفوضى اللي بنسويها؟ لا تخافين، بقول إنكم أنتم السبب مو أنا. التركيز المطلق، ذرات أكسجين زائد ذرتين هيدروجين، الماء المجري عليها. هلا ممكن تساعديني زي الناس بدل ما تعطليني؟ تحمل يا حبيبتي، ترى التوتر يخلي وجهك شاحب. شكرا انك مهتمة بس غصبا عني اتوتر. ما كلمتك، جاز اكلم نفسي بالمراية. ايه كذا، خليك مبتسمة وسعيدة. كثرت موية، احتاج اروح الحمام. ما راح نسمح لك. لطيفة ابدا الهجوم. سيب الموضوع لي محترفة النظافة الشخصية. بانكاي بقعات الصابون الكثيرة. اوه كيوت. استر يا رب استر، نزيم الصباح بنص الليل. فرصتي اروح الحمام الحين. توسيع المجال المطلق، والجو صار بارد. دنجن الحلطمة والسلبية الغير منتهية. شيانا ما تحسين كل يوم نفس اللي قبله؟ طفش. هل عندك هدف بالحياة؟ فراغ. متى آخر مرة سويتي إنجاز حقيقي؟ وضعك يحزن. هادي أصير عشانك. الله، ستركوني بحالي، أنا أستسلم.
رفعت أبادها. الهاك الملكي بيتفعل. أو نو، ما رح يمدين يوصل. ايش صار؟ ليكون الخطة فشلت؟ كملي كملي، نجاح الخطة يعتمد علينا. يا ساتر، ايش صار؟ هذا اكيد غزو فضائي. خل اهرب قبل يجي علي الدور. ملاك صارت تحت تأثير الفضائيين. ما راح اخليك تفلتين مني. اخيرا وصلت للمختبر، لازم اطلق اخر اقتراحاتي قبل ما افقد الوعي. يمين يسار يمين. الو، السلام عليكم، مدام كرتكي اتفضل. لو سمحتي، واحد مايتي زنجر. اسبايسي ولا بريد؟ سبايسي. جيبي لي انا سطل برتاكي وزيادة سطل. ويت مايتي زنجر، ويت سطل برتاكي، يسابكم 306 اسابيع. اطلق. العين بالصغر كالنقش على البحر. شلت الخطة تدخل عليهم من الشباك. أونو، ما راح أسمح بهذا الشيء. تحملي مصير البشرية بين يدينك. ياي، أحس إني صرت مرة كيوت. وبكذا يا أبطال تم الانتصار على الأباطل الصوري بمساعدة معلمتهم القديرة عبلة فوزية. انقلعي، كنت بتخربين الخطة. بعدين متى عندك تغيرين ملابسك؟ انت بس عشانك غني تحسبني أحبك؟ أوف، انت أول بنت توقف في وجهي. تحسبني زي باقي البنات؟ لا، أنا متخلفة. علميني طيب، كيف انت قوية شخصية؟ لأني ما أهتم بالموضة والكشخة. لازم أعزمك للقصر تتعرفين على أهلي. بسم الله عليك يا بنتي، للحين تهلوسين. لا بس جالسة أتخيل سيناريو لو كنت فقيرة بمدرسة كوريين أغنياء. الحمد لله رجعتي لطبيعتك. طيب، في مندوب جايب طلبية لك برا. مندوب؟ بس أنا ما طلبت شيء. شكل حرام، ينتبهي، خطتك مكشوفة، لا تحاول، الشرطة بالطريق. سلام، أنت نورة راست النورة؟ إيه، بس وش الطلبية دي؟ بكيتها وأنا بالسيارة، طلعت فستان مأفن لونه وردي. على كيف أمك تفتحها؟ هذه خصوصية. إيه، ما فتحتها، أتوقع يعني بس. أها، تذكرت، هذا فستان طالبت الزواج خالتي قماشة من شهرين، بس خلاص خلص الزواج وتطلقت بعد أبشر. لو سمحتي، ما أحب أعرف عن أسرار البيوت. واضح، بس تحب تعرف أسرار الشحنات. واو، الفستان يجنن، بس حسافة ما في مناسبة ألبسه فيها. يما، ما ودك تسوين عزيمة تنادين فيها عماني بمناسبة اليوم الوطني؟ بس اليوم الوطني بعد 9 شهور. إيه، بس الوطن بقلوبنا دائما. أصلاً متهاوشة مع عمانك، ما عزموني الملكة بنتهم. طيب بعزم يا خوالي. أتوقع بتهاوش معهم اليوم، ما يمدي. عرفت، بلبس الفستان بكرة بالمدرسة حتى لو كان ممنوع. المدرسات ما راح يقاومون أناقتي، بيسامحوني. أهم شيء لا تنتبه أمي. لا تنسون تزورون متجر بنات المتوسط، الرابط في صندوق الوصف. نورة، الفطور مو بجاهز، يلا تعالي. لا ما يمدي أفطر، متحمسة اليوم دراسي سعيد. ليش منفوخة كذا، شفيك؟ لا بس غازات مكثرة فول. باي، تصبحين على الخير. طالباتي العزيزات، أرسلت دعوة لمقيمة المدارس الأم الكبيرة تزورنا بكرة وتقيم مدرستنا بمناسبة تحررنا من رائحة البالوعة مجهولة المصدر. أحس أني بديت أتوتر شوي. سعادة المدشيرة، كل مشاكل هذه المدرسة من فصل ثاني دال، حتى معلمتهم مو موجودة. لا، فوزية تأخرت عن الطابور، تقول عندها اجتماع مهم. اجتماع مهم في عالم الأحلام. هي حدك على معلمتنا، احنا الوحيدين اللي مسموح لنا نتهاوش معها. نزك وهدي اللعب، لا طلعك بشمس القايلة تصير اندجاج شواية.
أقول بنات، وش رأيكم الحلقة الجاية تنظفون فمها المروح؟ لا تظلمينها، أتوقع أن هذه ريحة فمها ديل. خلاص انطموا، بكرة بيكون تقييم مهم للمدرسة. مدرستنا بالمركز قبل الأخير بتقييم المدارس، نطمح بكرة يصير قبل الأخير. يا أختي في بنات في الطابور ريحة أباطهم سيئة. يا ربي، أنا وش خلاني ألبس فستان؟ كانت الخطة حماسة في مخي، بس الحين تخرع الوضع. لابسة فستان بالمدرسة؟ مستعدة للعقاب المكون من 20 مرحلة؟ جاء وقت أبهرها بجمالي وفستاني. وجهة تكلم أنت وعيونك؟ والله أني ما أخذ مقلب في نفسي. فكري ملكة الكذب، تنصحك أنك تكذبين. لا، أنا لابسة فستان عشان ناويين نسوي لك حفلة أحسن مدرسة شريرة بالمدرسة. أنا ما أبي أحد يشكرني، هذا واجبي. شكل دخل غبار معيني. أعطيني هديتي بسرعة وراح أكمل شغلي. أوه، هدية ها؟ إيه أكيد، الحين بعطيك إياها. أوه، هذه هديتي متأكدة؟ إيه، بس خليك صريحتك، فين؟ لو ما عجبتك قولي لي أرجعها. إيه، مرة معفنة وخايسة. عادي، لا تجاملين، قولي إنها خايسة. مو بجاسة أجامل، هي صدق خايسة. اعذروني على التأخير، كان عندي اجتماع طارئ يتكلم عن مستقبل الطالبات وكيف نوفر لهم بيئة غير مناسبة. لحظة، وين نور عم كشة؟ شكلها غايبة اليوم بعد. لا مو بغايبة، أقدر أشم ريحة شعرها مزيت. لا حد يتحرك سانتي واحد لين أرجع. تحركت أكثر من سانتي، والله العلم فوزية. ما أصدق قدرت أنجو من سلمونين. لا، لقيتك يا سهلوة، من حاشة من الفصل ها؟ لا، بس ضيعت مكان الفصل. وليش لابسة فستان بالمدرسة؟ بدك أشرط على الحين. ها؟ شكلك ما دريت عن القانون الجديد يقول لازم نلبس فساتين. شايفتني غبية أصدق ذا التصريف المعفنة؟ لا تعترفين، أنكري كلش وفقشي على أمها. أوف، صح، المفروض ما قلت لك عن هذا الموضوع، المديرة بتعصب. ها؟ وشو؟ شكثك؟ تحكي لعصفك كباسة؟ صراحة أنت معلمتي ولازم أعلمك، ما أتحمل. المديرة كلمت المعلمات اليوم بالسر إن بكرة بتجي مصممة أزياء عالمية وأكثر فصل كشخة بيسفرونهم يعرضون فساتينهم في باريس وكوريا. أوكي، ما ودك تهدين اللعب؟ عشان كذا أنا لابسة فستان عشان أستعد لبكرة وأبيض وجهك. طلعت المدير أنا ويدمرني، حلم طفولتي إني أسافر باريس، وكل مرة أقول لأبوي يقول طيب بعدين يودينا الطايف بالسيارة. بعد جاء وقت إني أحقق حلم طفولتي وأسافر الطايف أقصي باريس. بنات، فوزية رجعت. أستاذة، هذه أسماء البنات اللي تحركوا أكثر من سانتي. وباقي درجات أخصمها أصلاً، كلهم صفر. يلا نقلل للطايف. بنات، بكرة حدث تاريخي، مستقبلكم يعتمد عليه. أنا ما راح أستفيد أي شيء، حتى الطايف. بكرة أبغاكم كلكم تكشخون بفساتين كأنكم رايحين عرس، فاهمين؟ أنا ودي ألبس بجامة. أنا ودي تلبسين بجامة وتنامين بسريرك بكرة وما تجين. خير، ليش هي تلبس على كيفها وأنا لا؟ لا، أنا أبي أكشخ فيك يا شهانة، دام أباتك صارت نظيفة. خلوص، بتكسر خجري. أف، الساحة هي المكان الأخير الآمن. آخ، أحتاج أشم هوا شوي. لا، أرجوك، لحظة خليني أشرح لك. ها؟ ما فهمت، تشرحين لي إيش؟ أكيد أنت مستغربة ومعصبة ليش أنا لابسة فستان بالمدرسة. لا، ليش أهتم؟ لأن ممنوع ألبس كذا، المفروض تعصبين علي. ذكريني باسمك. اسمي نورة، رست النورة. اسمعيني منيرة حبيبتي، أنا عندي قرض من البنك ما سددته، ومتقدم لي شايب متزوج ثنتين، وفي شامة غريبة بظهري قاعدة تكبر، وأحتاج أسوي عليها تحاليل. توقعين راح أهتم في بزر جاي المدرسة في السن؟ أحسك تقصديني شوي. لو إن شاء الله تجين المدرسة ومعك بقرة، وما أقصد فوزية، أقصد بقرة صدقية وفوقها حمار، وما أقصد سلمونيلا. ليش المفروض أهتم؟ طيب أخصمي مني درجة على الأقل، هدديني، خليني أحس إنك خايفة على مصلحتي. مو فاضي أدوي رسمك بالكشف هذا إذا عرفت شو اسمك أصلاً. طومتش، خلاص ما عاد أقدر أكمل، نفسيتي تعبت برجع للبيت. أنا أوريك ساعدة المديرة، تبي فصل يكونون أخيص فصل؟
وش السالفة؟ ليش بس الوحيد اللي لابسين فساتين؟ يسوون حفلة سيرك ولا إيش؟ أمبي فشيلة قدام سكارة قدوتي. شكري جبت أم وأبو العيد. الكل يرحب بوصول المشرفة القديرة. ماما ماما تصفيق تصفيق لو سمحتوا. يا ساتر دولي وش لابسين؟ ما هذا الذي يحصل؟ قلة أدب وقلة احترام. أين الزي الرسمي؟ لا لا أنا قلت لهم يلبسون كذا عشان نسوي عرض ترحيبي بمناسبة قدومك. يلا شهانة غني الأغنية اللي اتفقنا عليها. وش تقولين أنت؟ ما اتفقنا على شيء. غني أي شيء لا تورطيني ولا برسب فصلكم كله. طيب أصبري مخي معلق. غني يا بنت الحلال غني حتى أغنية كأس العالم. ماما جابت بيبي بيبي حلو قصتي وحسني عليك. إشراقة يوم جديد مليء بالتفاؤل. لحظة أشوف ريحة صوت. حبل الكذب ريحته خايسة.